نفس عن الهوى، الخوف من مقام الله من أعظم ما يورث الجنان، وما من أحد إلا ويبتلى تدنو منه المعصية حتى تكاد تكون بين يديه فيتذكر حينها مقام الله إن أراد الله به خيرا، فيحجم خوفا من مقام الله ويكاد يغلب على ظنه أن أحدا لا يراه لكنه يعلم يقينا أن الله مطلع عليه، فخوفه من مقام ربه جعله ينهى نفسه عن الهوى. ومن عامل الله بمثل هذا عامله الله بفضله ورحمته وإحسانه.